هل الكلام ده خلينا في الدوري المصري اللي حضرتك بتقوله هو تطوير الاداء ده اللي اشتغل عليه فريرة؟ طبعا طبعا طبعا. واقول لك على حاجه، رغم ان الزمالك ما عملش نفس الصفقه، اقول لك على حاجه، فريرة اول 5 6 7 ماتشات ما كانش فيه حاجه خالص بالزبط. خالص بالزبط. ولا تطوير ولا اداء ولا شغل فني وبيخش في الجوان بكل سهوله ولا الكلام ده كله. مع الشغل مع الشغل والتطوير مع الشغل والتطوير، وخلي بالك في نقطه مهمه جدا، لان انت خلي بالك الزمالك عنده موال الصفقات اللي مش موجوده اللي ما جاتش بالظبط. فانت لو ما دخلش اللعيبه الصغيره دي اصلا، اللعيبه الكبيره ما كانتش هتقوم. لان انا النهارده جه وقت من الاوقات لو تفتكر في الفتره الاول ماتشين خساره امبي والجيش ومش عارف ايه، كان في لعيبه من الكبار مش موجودين مش شايفين. فالنهارده لو انا اديته كل شويه اديله مش هيشوف اكتر. فانت معنى طلوع لعيبه صغيره، ولعيبه الصغيره كمان ساعدت فريرة انها وقفت معاه. يعني النهارده مثلا انا فاكر كويس قوي وتاكدها الكلام حضرتك اللي بتقوله، ان كل الزملكاويه كانوا مرعوبين من رحيل اشرف بن شرقي. اول لما ظهر يوسف اسامه نبيه، وهو على فكره مش مركزه جناح، هو راس حربه. لا هو بيلعب جناح برضه، بس هو راس حربه وكان هداف دوري الجمهوريه. انا مرنته في الماشي. انا مرنته كان بيلعب هاب وفيرود، يلعب الاثنين يعني، بس الاساس راس حربه صح، يلعب يعني بيمشي الاثنين، هو سريع جدا يعني. عموما يعني ظهوره ده قلل من مخاوف الزملكاويه، الى جانب مش قلل بقى مخاوف الزملكاويه، الوضع ماشي جماعيا والفرقه بتكسب وشكلها حلو، فخلاص انت هتنسى فرق لما انت بتعتمد على الجزء الفردي، وده كان في الزمالك من زمان. الجزء الفردي ده انت بتحتاج جزء فردي لو واحد واحد مش عارف ايه خلص. لكن دلوقتي انت عندك جزء جماعي تكتيكي، بتعرف توصل للجون بجماعيه بشغل من وسط الملعب والاطراف والمهاجمين والناس اللي جايه من تحت. فانت اوريدي النهارده لما تشيل بن شرقي واحد دخل جوه الجزء الجماعي، طبعا بن شرقي لعيب كبير جدا وعنده الجزء الفردي كمان اعلى من اي حد في الدوري المصري، من احسن لعيبه موجوده السهل الممتاز في مصر. جون مصر من المحترفين من وجهه نظري يعني، فرديا وجماعيا وتكتيكيا وذهنيا كمان، لعيب يعني عارف بارد بلغته الكوره. فانت النهارده انا بحس يمكن حتى في كل المباريات وتحديدا المباراه، انا رايح لك وعارف انا هعدي منك دي حرب نفسيه. وخلي بالك اللعيب اللعيب المدافع دايما لما بيجي مهاجم مره واثنين وثلاثه اللي عدى منه خلاص نفسيا ده طبيعي جدا. لا يعني هو في كل كوره بيستلم ثقه، هو ثقه، عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، هعدي منك. فانت النهارده ما حسيتش في فرق عدم وجود بن شرقي ليه؟ لان الزمالك معتمد على الجماعيه اكتر. فالجماعيه دي وسط الحاجات الفرديه ما بتظهرش، لكن لو انت معتمد فرديا على لعيب اللي هو يجيله الكوره ويلا يا عم توكل على الله وشوف اكل عيشك، هتلاقي في فرق كبير جدا بين شرقي وبين اي حد. فانت النهارده حته التطوير اللي بنتكلم فيها، حته التطوير دي النهارده، مين اللعيب في الزمالك من وجهه نظرك انت شفته ما اتطورش في الفتره الاخيره؟ لا هو حتى رؤى لما لعب، انا بسالك سؤال اهو، قول لي مين ما اتطورش. لا انا بجيب لك الاسماء اللي كان عليها النهارده. محمد عبد المجيد ده المدافع، حسام عبد المجيد عامل ايه؟ نفس الامر كان في البدايه. امام عاشور بقى عامل ازاي؟ زيزو نفس. عبد الله جمعه اللي ما كانش بيلعب اصلا بقى عامل ازاي؟ زيزو. جزيري اللي هو ما كانش برضه بيلعب وكان قاعد فتره كبيره جدا ما بيلعبش، رغم ان فريرة طبعا يعني مدرب كبير ومدرب مميز، بس انا بحس ان طبعا هو عشان الزمالك خد بطوله كاس مصر فالناس ما بتتكلمش على الاداء. وخلي بالك عنده غلطات، السلبيات اللي كان عليها وعنده غلطات. يعني انا اصل بص يا اسلام هقول لك على حاجه، خلينا بس متفقين على حاجه. النهارده المدرب ده فكره بالنسبه لي، فكره. يعني ايه فكره؟ انا النهارده شايف مثلا فكره معينه في الملعب، فانا هغير لعيب وادخل لعيب مكانه. الفكره دي من وجهه نظري انا شايفها دلوقتي هي دي اللي هتعمل الفارق، يا تنجح وتضرب معاك يعني. النهارده لو كان الاهلي تعادل مع الزمالك في اخر ماتش بتاع الكاس، ما أنا بقول كان حصل ايه؟ كان كل هيبقى عشان موضوع الجزيري وعبد الله جمعه اللي هو ما نزلش باك ليفت ووديت المسلوسي ومش عارف ايه، بس الدنيا عدت فخلاص عدت. لكن هو طلع قال لك ايه؟ ما هو ده اللي انا بكلمك، طلع قال لك ايه؟ انا غلطان، لانه شاف ان اما عمل التغيير ده في الملعب الدنيا قلبت عليه اكتر. فاهم قصدي ايه؟ فانت في الاخر مفيش حاجه في الكوره صح وغلط. انت بتتكلم لو الاهلي تعادل مع كانت الدنيا هتبقى فريرة واللي عملته وغيرته وسويته وبتاع. فانت في الاخر قصدي ايه؟ ولو كان ونجح خلاص محدش، لكن هو طلع بعد الماتش قال لك انا غلطت، لانه شاف اللي هو شايف اللي هو عاوز يعمله ما تنفذش. فاهم قصدي ايه؟ فانت في الاخر في الكوره انا ما ينفعش اقول لك انت غلط ولا تقول لي انت غلط ولا انت صح ولا صح، هي فكره انت بتقولها. مفيش يعني في الكوره مفيش حاجه مسلمه،
فاهم قصدي ايه؟ مفيش مفيش هو ده هتعمل كده هتعمل كده لا لا خالص. انا ممكن انزل لك لعيب النهارده يبقى اوت اوف فورم يخلص عليا خالص يبقى انا راجل ما عنديش فكره. لا هو انا شايف ان الراجل ده كان نزل بيعمل حاجه معينه بس طلع خلاص بره زي ما حصل مع